نعم، مساء الخير حمدان، ومساء الخير أيضا لمشاهدينا الكرام. كما ذكرت، نتواجد هذا اليوم في وسط مدينة أبها، وبالتحديد في مقر نشامى عسير. هذه المبادرة التي يشرف عليها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، واللي لاقت الكثير من الصدى خلال الأيام الماضية بمبادراتها الكثيرة. ضمن مشاريع نشامى عسير هي مبادرة أو مشروع نشامى الحي، واللي يهدف إلى خلق بيئة مميزة ثقافية وسط أحياء منطقة عسير كافة من كافة جوانبها. للحديث حول هذا المشروع أنا أستضيف معي الآن الأستاذ سلطان بن زميع، وهو يعني مسؤول الاستراتيجية في مبادرة نشامى الحي. حياك الله أستاذ سلطان. بداية يعني وأنتم تتواجدون خلال الأيام الماضية والعمل لمدة 24 ساعة، ودي تحدثنا عن مبادرة نشامى الحي أكثر. أهلا وسهلا، حياك الله أخي العزيز، وأهلا وسهلا فيكم في مقر نشامى عسير. دعني أرجع خطوة للخلف. نشامى عسير هي إحدى مخرجات غرفة إدارة أزمة كورونا بقيادة سمو أمير المنطقة، وخرج من هذه المبادرة عدة مبادرات مختلفة. طبعا مبادرة نشامى عسير تركز على المجتمع، وتركز على الإنسان وعلى الأرض، وتركز على الاقتصاد. كما نعلم أنه جائحة كورونا كان لها أثر كبير جدا، سواء كان على الإنسان أو كان على المجتمع أو كان على الاقتصاد. فخرجت عدة مبادرات. من ضمن هذه المبادرات أو من ضمن هذه المشاريع تحت مبادرة نشامى عسير مشروع نشامى الحي. فنشامى الحي هو يعتبر مشروع شامل تطوعي نوعي على مستوى منطقة عسير بالكامل. نهدف فيه إلى تكوين فرق تطوعية. الفرق التطوعية هذه ترتكز على مرتكزات معينة، هدفنا لتحقيق أهداف معينة، كذلك عاملين خطة استراتيجية كاملة بقيادة سمو الأمير تركي بن طلال وفريق العمل. وفكرتنا طبعا جميع الفرق هذه التطوعية هي تعمل من خلال لجان التنمية الاجتماعية. يعني 11 فرصة، والآن أصبح 12 فرصة تطوعية المتطوعين وعلى عجلة، ودي تحدد لي هذه الفرص. صحيح، طبعا عمل هذه الفرق التطوعية راح يكون محصور على 12 فرصة تطوعية، قسمت إلى 3 مجالات. المجال الأول هو مجال الإنسان، وتحت عدة فرص من ضمنها متعففون، نجومنا، كبارنا، أبشر بنا، وكذلك نعود بحذر. نعم عبد الرحمن. لدينا كذلك اللي هي الأرض، فلدينا ممر السعادة، وكذلك الشامخات من ناحية القصور والحصون وفخرنا. ولدينا كذلك اللي هي المجال الاقتصادي، فمن ضمن الفرص التي تندرج تحت المجال الاقتصادي أجمل إطلالة، ناكل ما نزرع وبأيدينا ننتج. أستاذ سلطان بن زميع، سعيدين بظهورك على الشاشة الإخبارية، وجهودكم واضحة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.